إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أيها المسلمون، أوصي نفسي وإياكم بتقوى الله حق التقوى، فإنه من اتقاه وقاه. في الجمعة الماضية تكلمنا عن كلمة التوحيد، وعرفنا بهذه الكلمة، وتكلمنا عن شروطها. واليوم بفضل الله تعالى سنتكلم عن نواقض كلمة التوحيد. هذه الكلمة لها نواقض، فالإنسان إذا كان متوضئا متطهرا إذا أحدث فخرج منه ريح أو بول أو غائط بطل وضوءه. فكذلك المسلم ينتقض إسلامه إذا وقع في هذه النواقض. إذا فعل المسلم ناقضا من هذه النواقض بطل إسلامه. وصار من أهل الكفر والعياذ بالله. لهذا كان لزاما على المسلم أن يعرف هذه النواقض. فنواقض الوضوء أخف من نواقض لا إله إلا الله. لا بد أن تعرف هذه النواقض أيها المسلم حتى لا تقع فيها، وأنت تعتبر نفسك أنك في عداد المسلمين، وربما أنت في عداد الكافرين ولا تعلم. ولهذا لا بد أن نعرف هذه النواقض. أول هذه النواقض الشرك بالله عز وجل. فمن أشرك في أي نوع من أنواع العبادة بطلت كلمة التوحيد لديه وبطل إسلام. أن تجعل لله ندا، أن تجعل لله شريكا، أن تجعل لله قرينا، أن تشرك به في ألوهيته يعني في العبادة، أن تعبد غيره، وفي ربوبيته فهو الخالق الرازق المحيي المميت، أن تعتقد في غير هذه الأمور فهذا شرك والعياذ بالله. أن تذبح لغير الله، أن تحلف بغير الله، إلى غير ذلك من أنواع الشرك التي عمت وطمت في الأمة، ولا حول ولا قوة إلا بالله. إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، يغفر ما دون ذلك. إن الشرك لظلم عظيم. ولهذا من أول النواقض التي تنقض كلمة التوحيد هو الشرك بالله عز وجل. الناقض الثاني أن تجعل بينك وبين الله وسائط، وسيط. ما عندنا وسائط في ديننا، بل ادعو ربك مباشرة، اسأله ما تريد.
فهناك من يتوسل إلى الله بنبيه، هذا شرك محض. لا تتوسل إلى الله جل وعلا بالمخلوق، لا تتوسل إلى الله جل وعلا بفلان أو علان أو علان على أنه ولي. وما أدراك أنه ولي؟ أنت الولي إن حققت التقوى والإيمان. من هم الأولياء؟ الذين آمنوا وكانوا يتقون. قد تكون وليا تمشي على وجهك، وربما يكون ذلك الذي تتوسل به في القبر حطب من حطب جهنم وأنت لا تعلم. نسأل الله السلامة والعافية. لا تجعل وسائط بينكم وبين ربكم. وإذا سألك عبادي عني فإني قريب. كل وجميع الآيات التي فيها السؤال، يسألونك عن المحيض قل هو أذى، يسألونك عن الروح قل هي من أمر ربي، إلا في هذه الآية ليست فيها قل حتى تعلم بأنك قريب بينك وبين ربك ولا تحتاج إلى واسطة. هذا الناقض من نواقض لا إله إلا الله. يقول تعالى والذين اتخذوا من دونه أولياء ما نعبدوهم إلا ليقربون إلى الله زلفى. هكذا كانت تقول كفار قريش، وهكذا يقول كل أهل الشرك في كل زمان ومكان. ما نعبدوهم إلا ليقربون إلى الله زلفى، يتخذونهم وسيلة للتقرب إلى الله جل وعلا، فهذا شرك. توجه إلى ربك جل وعلا ولا تجعل بينك وبينه أحد ولو كان محمدا بن عبد الله صلى الله عليه وسلم. يجوز أن نتوسل إلى الله عز وجل بصالح الأعمال. إذا قمت بعمل صالح يمكنك أن تتوسل به إلى الله. والدليل حديث الثلاثة الذين دخلوا الغار وأغلق عليهم، والحديث طويل ولعلنا نتعرض إليه في خطبة مستقلة. الناقض